سعادة القلب في خير يقدمه ببسمة الحب في الأرجاء ينثرها قوافل الخير من دار الخيار سارت من قلب شارقة الإحسان تنشرها رياح خير من الإخلاص قد نشرت للخير نسعى إلى المحتاج نوصلها تعليم قرآن صناعة عمل بناء مدرسة لله نعمرها إغاثة الملهوف كفالة اليتيم سقيا لماء سقت بالنفس أعذبها قوافل الخير من دار الخيار سرت من قلب شارقة الإحسان تنشرها مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قوافل الخير. أنهينا والله الحمد عملنا في النيجر. النيجر كما تعلمون في غرب أفريقيا من دول غرب أفريقيا، وانتقلنا في رحلة طويلة إلى شرق أفريقيا. انتقلنا من النيجر إلى أديس أبابا، ومن ثم من أديس أبابا إلى نيروبي عاصمة كينيا، ومن نيروبي إلى مومباسا. ويومنا الآن بدأ في مومباسا. مومباسا عبارة عن جزيرة وميناء، واحد من أهم الموانئ في شرق أفريقيا. وعملنا الآن هو أننا سننتقل الآن بالعبارة إلى الضفة الأخرى، سنخرج من الجزيرة إلى الضفة الأخرى، هناك ستبدأ إن شاء الله تعالى مشاريعنا وتصوير مشاريعنا. تابعوا حلقتنا. أربع الناس سيارة ثانية الآن في قرية من القرى الفقيرة. الوضع العام في القرية واضح بأن يعني مستوى المعيشة هنا متدني. السيد عبد الله هو من سيرافقنا في حلقة هذا اليوم، وهو من سيعرفنا على الحالة التي سنزورها والمشروع الذي سنتعرف عليه الآن. سيد عبد الله أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك. ونتحرك وتحدثني عن المشروع اللي سنزوره الآن. نحن الآن في مومباسا، منطقة الشمال مومباسا. نعم. في حي يسموها حي بومبولولو. زي ما شفت الوضع. نعم. حي فقيرة، ومعظم البيوت يعني زي ما تشوفها. المناطق مرة منطقة مرة تعبانة. الآن نزور أرملة. قدمت طلب لأن ما كان عندها بيت بعد ما توفت زوجها. عندها أيتام، عندها أولاد تربيهم، عندها أولاد وعندها الأرضية، وقدمت طلب نبني لها بيت. جينا زرنا هذا وتأكدنا على المكان وقمنا ببناء لها البيت. يعني حاجتها الوحيدة أو القصوى كانت في ذاك الوقت هو المسكن. نعم، السكن أهم شيء، السكن. وزرت المنطقة وزرت مكانها ووجدت بأن فعلا هي مستحقة.
وحصلتوا على تبرع من خلال جمعيه الشريق الخيري من هناك؟ وبنينا على البيت هذا الحين تقريبا 8 شهور. من 8 شهور؟ كم مده البناء اخذت؟ البناء اخذت 3 شهور فقط. فقط الحمد لله. الحمد لله صار لها 8 شهور ساكنه في هذا المسكن. انا يعني من النظره الاولى شعرت بان بيتها يعني صار اجمل من البيوت القديمه والسابقه. بدون شك بدون شك تشوفها واضح يعني وكان الله عز وجل كافئها على صبرها وتحملها بان رزقها منزل اجمل من منازل جيرانها. يعني مساعده من جمعيه الشارقه الخيريه استفادت منها، هي من احدى المستفيدات من هذا المشروع. نزورها؟ ندخل عندها؟ تفضل. السلام عليكم. كيف الحال؟ اهلا وسهلا حياكم الله. تعال تعال. ها تخاف؟ تخاف؟ ها تخاف؟ لا خلاص بنشوف بيصير صديقي ولا لا؟ لا في حلاوه بتصير صديقي. ما عندي حلاوه، بعطيك في السياره حلاوه. خلاص خلاص روح روح الماما روح الماما روح الماما في السياره بنعطيه حلاوه ان شاء الله. والله هذا المسكن استاذ ابو عمر كم غرفة مكون المسكن؟ غرفتين وصالة. الحمد لله. مرتاحين مطمئنين في المسكن أهم شيء. نحمد الله ونشكر كل من ساهم في بناء هذا البيت، حيث كانت أرض البيت خالية لمدة 20 سنة. وبعد وفاة زوجي تقدمت بطلب لجمعية الشارقة وجاءت الموافقة وتم بناء هذا البيت ولله الحمد. يعني هم كانوا عندهم ارض فقط ما عندهم مسكن؟ ما عندهم مسكن. طيب وين كانوا يسكنون قبل البناء هذا؟ كنا نعيش عند اقاربنا في حي فقير في منباسة لاننا لم نكن نملك بيت. ما كان عندهم مسكن يعني مستقل فيه بعد ما توفى زوج. نعم. الاخت عندها ما شاء الله جارتها ضيفتها، من الاخت؟ ما هذه بنتي وهي مطلقة وبعد طلاقها جاءت لتعيش معي في هذا البيت. الاخت بنتها؟ هذا بنتها. و يعني ما كانت معاها في المنزل؟ ما كانت معاها في المنزل. بعد ما اتطلقت اضطرت تجي عند امها. اتطلقت واضطرت انها تجي عند امها. تجي عند امها. يعني البيت بني للام فاوى البنت والام وابنائهم. والبنت كمان تحت 3. بعد؟ بعد. وكلهم في نفس البيت؟ في نفس البيت. الله المستعان. الله يعينهم. يعني فعلا واضح واضح من الحال ومن العدد انهم يعني مستحقين مساعده وزياده كذلك. زياده كذلك. نعم. قبل ان ندخل ابو عمر اخبرتني بان المنزل فيه في رجل مريض، واحنا يعني دخلنا بهدوء حتى ما نزعجه. من هذا الرجل؟ الله يعافيه يا رب، خبرنا. هذه اخوها مريض وعايش في لام، لكن لما مرض جاء عند اخته. ما في حد يرعاه مثلا؟ ها جاء كمان جاء عند اخته. يعني هي مسكينه كانت تبحث عن مأوى لها فآوت معاها اخوها وبنتها. يعني احنا نبشر المتبرعين او المساهمين في بناء هذا المسكن بان صدقتهم وصلت في المكان المستحق فعلا. بدون شك. عند الناس الاكثر حاجه في هالمنطقه. زي ما تشوف انت الان. الحمد لله. ثلاثة يعني خلينا نقول 3 أسر صاروا في بيت. 3 أسر في بيت واحد. في بيت واحد. أعانهم الله على تكاليف الحياة وعلى مصاريفه وشفى مريضهم يا رب العالمين. لكن يعني أخبرها بأن احنا سعيدين وجدنا المنزل من الخارج أجمل من المنازل الأخرى. حتى جيران كلهم مستغربين. الجيران كلهم مستغربين على هذا. الحمد لله الحمد لله. كل يستغرب. الله عز وجل يكافئ الصابر بالأجر والخير في الدنيا والآخرة. أقول له هذا الكلام، الله عز وجل يعني سيكرمكم إن شاء الله أكثر كذا. آمين يا رب العالمين، الحمد لله. إن شاء الله. الله يحفظ، الله يحفظهم، احنا يعني ما بنعطلهم. شكرا على يعني أن أخذنا من وقتهم. والله يبارك لهم في منزلهم يا رب العالمين. آمين. ونستأذن أنا وأنت يا أبو عمر. الله يبارك فيك. يلا شكرا جزيلا. يلا.
اللهم استر من سترنا ووفر لنا المسكن الآمن. الله يبارك. الله يبارك. اللهم آمين. احنا طبعا وصلنا السياره وخلصنا شغلنا، لكن وعدنا الياهل لابن الطفل الصغير اللي شاهدناه بان يجيب له شيء من الحلويات، لانه قالوا بيبتسم اذا اعطيته حلاوه. فهذا اللي حصلناه في السياره من مؤونه الشباب اليوميه، بنفرح الياهل وبنعطيه ان شاء الله. السلام عليكم. وين البيبي؟ تعال 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 بابا تعال. ها السلام عليكم. العين على الحلاوه مش عندي انا. الحين ابتسامة، شوف ابتسامة ثانية، يا سلام، شوف ابتسامة ثالثة، خلاص، وهذا بعد، يلا، باي، مع السلامة، يلا، خلاص، شكرا. ليش زعل آخر شيء؟ باي، باي، يلا، الله يحفظه يا رب، يلا في أمان الله، السلام. الشخص الذي يقوم بتوزيع الورود والريحان والعطور على الآخرين لا بد وأن يجد شيئا من الرائحة الطيبة في يده بعد مغادرته المكان. كذلك فاعل الخير وغارس الأمل في الناس سيجد أثر هذا الخير في نفسه وأهله وماله وعياله. قوافل الخير. أوقفتنا ونحن في الطريق لمشروع آخر، وذكرت لي بأن هذا مشروع مهم كذلك وله أهمية خاصة، حدثني عن المشروع وأهميته. هذا مشروع بئر كهربائي، وأهميته أن يستفيد منه سكان المنطقة بالمياه الشرب والغسيل، والسبب الرئيسي أن ما في شبكة المياه متوفر في المنطقة هذه، ويصبح الآبار أهم شيء لسكان المنطقة، هو الطريق الوحيد يحصلون فيها الماء الشرب والغسيل. وعلى اعتبارنا مومباسا جزيرة، فالمياه المالحة تحيطها من كل جانب، فهذا ربما يؤثر كذلك. أيوة يؤثر، بس هم يستخدمون زيادة للغسيل الملابس والمواعين المطبخ وغيرها، أما للشرب يجب ان تكون هناك ابار. طيب هنا هذا بئر ذكرت لي مع الخزان، يعمل بالكهرباء ام بشكل يدوي؟ لا بالكهرباء، هذا بئر كهربائي. كهربائي يستخدم كهرباء، وهم اهل المنطقه يتفقوا يسددوا فاتوره الكهرباء فيما بينهم. فيما بينهم. جميل جدا، يعني انتم قمتوا بانشاء المشروع وسلمتوهم اياه، وهم بانفسهم يديرون المشروع هذا. نعم. جميل جدا. المستفيدين من هذا البئر عددهم كبير، مناطق كثيرة. المستفيدين تقريبا 200 أسرة. 200 أسرة. جميل، عدد جيد يعني. عدد جيد. مشاهدينا الكرام، قطعنا مسافة طويلة للوصول لهذه القرية لتصوير هذا البئر، حتى نريكم فقط الفرق ما بين هذا البئر والبئر السابق. البئر السابق كان يشغل بالكهرباء، بينما هذا البئر هو بئر يدوي. لماذا بئر يدوي؟
لأن المنطقة لا يوجد بها ماء ولا كهرباء، فإيجاد البئر مع التشغيل اليدوي أفضل وأيسر على الناس من عدم إيجاد البئر. ونذكركم دائما وأبدا بأن أفضل صدقة سقي الماء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سعادة القلب في خير يقدمه، ببسمة الحب في الأرجاء ينثرها، قوافل الخير من دار الخيار سارت، من قلب شارقة الإحسان تنشرها، رياح خير من الإخلاص قد نشرت، للخير نسعى إلى المحتاج نوصلها، تعليم قرآن صناعة عمل، بناء مدرسة لله نعمرها، إغاثة الملهوف، كفالة اليتيم، سقيا لماء سقت بالنفس أعذبها، قوافل الخير من دار الخيار سرت، من قلب شارقة الإحسان تنشرها.